طبعاً ترتبط دولة الإمارات مع مملكة البحرين علاقات تاريخية تمتد جذورها لعقود طويلة، ساعد في نموها وتطورها الثوابت والرؤى المشتركة اللي تجمع بين البلدين. للحديث أكثر عن هذا الموضوع احنا جداً سعيدين ونتشرف باستضافة سعادة الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر المكالمة الهاتفية. سعادة السفير، بداية نبارك لكم هذا اليوم الجميل والغالي على قلوبنا، وكل عام ومملكة البحرين قيادة وشعبا بألف خير. كل عام وانتم بخير، وأشكركم على هذه الاستضافة. حقيقة احنا دائما، هذا ليس بالغريب عليكم ان انتم تشاركون هذه الافراح. بداية اود ان ارفع اسماء التهاني والتبريكات الى مقام سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهد بلاد مفدى حفظ الله ورعاه، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس مجلس وزراء وكافة الشعب البحريني والمقيمين في الإمارات. حقيقة يعني اليوم يوم فرح لنا جميعا. احنا دائما نعتبر شهر ديسمبر يوم فرح لنا ولكم. بالأمس احنا احتفلنا بالعيد الوطني لبلادنا الثاني الإمارات، واليوم الإمارات يحتفلون معانا في احتفالنا، والله يجعل أيامنا إن شاء الله كلها فرح إن شاء الله يا رب. آمين يا رب. سعادتك، يعني الحقيقة حب البحرين في قلوب هالإمارات وهال وعيال زايد ما يفرق عن حب الإمارات بكل تأكيد. سعادتك، يعني ما شاء الله في مملكة البحرين 51 عام من النهضة والإنجازات، شو هي أبرز محطات مسيرة المملكة؟ لو تحدثنا عن العلاقات الإماراتية والبحرينية والجوانب المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين بكل تأكيد. حقيقة طبعا الله يطول عمرك، يعني سيدي صاحب الجلالة دائما يؤكد يعني اعتزازه الكبير بهذه العلاقة التاريخية والروابط يعني الأخوية الوثيقة اللي جمعت البحرين والإمارات. يعني هناك تعاون وتنسيق مشترك يعني على مستوى متقدم في مختلف المستويات. دائما يعني هم يتطلعون القادة يعني إلى كافة المجالات. طبعا احنا نتكلم عن علاقة استثنائية، علاقة تفوق 250 عام. نعم. واستمدت هذه العلاقة مثل ما تفضلت انت في مقدمتك، يعني هي علاقة أسرية عميقة وطيدة متميزة وراسخة يعني، وهذه زرعوها القادة سواء كان الأجداد والآباء أو حكام. علاقة هذه استثنائية سواء كان على المستوى الثنائي أو من خلال مسيرتهم في مجلس التعاون. طبعا هذه ساهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين. نعم. ورسغت عند عام هذه العلاقة جمعت مملكة البحرين والإمارات عبر عقود من التاريخ، ودائما طبعا هذه العلاقة اتسمت في الانسجام في معظم القضايا الإقليمية والدولية، وعلاقات تاريخية وطيدة يعني تقوم على أساس المساندة المشتركة في معظم القضايا. لا شك أن احنا لدينا اللجنة الإماراتية البحرينية التي تشرف عليها وزارتين الخارجية دائما تجتمع سنويا، وبالفعل يعني خطط كان على المستوى الاقتصادي أو المستوى التجاري أو التبادل أو الرؤى الدبلوماسية للبلدين، وهذه دائما يعطينا التميز احنا في علاقتنا. ان شاء الله الله يدوم هذه العلاقه وتطويرها اللي زرعوها قادتنا، وزرعوا محبه الامارات في قلوبنا، وزرعوا محبه الامارات محبتنا احنا في قلوب اهل الامارات. آمين يا رب، آمين يا رب. الشيخ، يمكن هاي العلاقات الأسرية مثل ما تفضلت وذكرت سعادتك يعني واضحة على الشعبين سواء في الإمارات أو حتى في مملكة البحرين. شفنا احتفالات إخواننا في مملكة البحرين باليوم الوطني الإماراتي، وحاليا يالسين اليوم نشهد حتى يمكن احتفالات من أمس بدت الحقيقة عند عيال زايد حبا في مملكة البحرين. يمكن سعادتك بما أن أنتم متواجدين في بلدكم الثاني الإمارات بكل تأكيد، خبرنا عن أجواء الاحتفال بهاي المناسبة العزيزة. حقيقة احنا قمنا احتفال يوم أمس. نعم. وتشرفنا بحضور سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وأصحاب المعالي الوزراء والشيوخ. حقيقة هم يعني يغمرون بكرمهم، يغمرون بحبهم لنا، مشاركتهم لنا في هذا اليوم. يعني احنا دائما يعني نسعى ان احنا
نوع من احتفال مبسط، لكن ما تصور نشوف الفرحة والأعداد الهائلة اللي شاركتنا، إن كان مستوى يعني نفاجأ بقطاعات يعني حابة أن نشارك في هذا اليوم. أمس وزارة الداخلية مشكورة شاركت في مقدمة من العصر، يعني احتفالنا كان في المساء. بالفعل يعني تحس أن أهل الإمارات قاعدين يحتفلون بهذا العيد الوطني قبل ما إحنا نحتفل فيه، وهذا ليس بالغريب، هذا أشياء أي أشياء عليه. يعني أنا خلال يعني فترة وجودي في الإمارات هذه ما شعرته دائما وأبدا. الحمد لله أمس احتفال كان جميل، والحضور كان أجمل من الأخوان في الإمارات والمقيمين. دائما نفرح يا بعض ودائما نفرح لبعض. آمين آمين يا رب سعادة الشيخ. يمكن أنا عندي سؤال آخر لو تفضلت يعني سعادتك تسمح لي. ما شاء الله نشوف يعني في خصوصا في الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة الكثير من الطلاب والطالبات من مملكة البحرين، والحقيقة هم طلبة مميزين. فبما أنك أنت اليوم متواجد نبغي نستغل وجودك جميل معانا بتوجيهك كلمة لهم، كلمة يعني تحفيزية ودعم. حقيقة يعني احنا الطلبة البحرينيين يعني جدا فخورين بهم. يعني انا متابع لهم ما شاء الله العدد كبير في جميع امارات الدولة. وبالفعل في تميز، دائما نحرص سماعنا معاهم او من خلال متابعتنا لدراستهم وعملهم. يعني دائما نحثهم انهم يكونون خير سفراء لبلدهم، لانهم الواجهه الرئيسيه ان كان في المستقبل الاكاديمي او في الكليه او في الجامعات او كانوا في الحياه. نعم في كم كبير يعني يمكن بالبعض للحين ما شفته انا من كثر عددهم، لكن بالفعل هذه جزء من التعاون الإماراتي البحريني. الإمارات اللي فتحت جامعات للطلبة البحرينيين والعكس صحيح. ويعني أنا كنت علي وزير التربية والتعليم اللي بالفعل فتح لنا جميع الأبواب للطلبة البحريني، وهناك في تعاون مستمر وأيضا في تعاون أكبر على أعلى المستويات للمستوى الأكاديمي احنا نتكلم عنه. نعم. ان شاء الله راح يعني تسمعون في المستقبل هناك في مشاريع قادمة تعليمية هذه راح يساهم ويساعد الطلبة في البلدين ان شاء الله بإذن الله. سعادة السفير كل الشكر لك على وجودك. سعادة الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، ونرجع نجدد لكم اكيد التهاني والتبريكات. شكرا لك سعادتك. شكرا لكم، وأنا أقدم شكري وأقدم شكري لهذا البلد الجميل وعلى رأسهم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة الله يحفظه. أمين يا رب. سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء اللي بالفعل هم دائما سندنا الأول في الإمارات. الله يحفظ جميع الإمارات حكومة وشعبا والمقيمين عليها. شكرا لك سعادتك، الله يحفظك يا رب. شكرا.